محمود باهي الناقد الرياضي بالشروق ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا محمود ازيك؟ اهلا بك يا امير. الله يخليك. كله تمام الحمد لله. كيف ترى مباراه السوبر؟ والله هي طبعا مباراه زي اي مباراه بين اهلي وزمالك، مباراه هتبقى قويه، بس طبعا الحضور الجماهيري هيضفي ليها طبعا طبع اقوى. هيبقى مستوى، انا متوقع هيبقى مستوى افضل من الفريقين، غير تماما مباريات بطوله الدوري اللي هي دايما بتقام بحضور جماهيري تمام قليل. شفنا برضو مباراه السوبر بين اهلي وزمالك في بدايه الموسم، كانت في ملعب برج العرب بحضور جماهيري، وكان مستوى الفريقين كان عالي جدا، كان في اثاره، كان في تفوق واضح جدا من النادي الاهلي في الشوط الاولاني، وتقدم بثلاث اهداف. في الشوط الثاني سيناريو المباراه يعني تغير تماما، ونادي الزمالك دخل في اجواء المباراه وانتهت المباراه 3-2، وكان في اثاره كبيره. فطبعا الحضور الجماهيري ده من شانه ان هو يزود مستوى اي مباراه، اكيد اكيد، غير المباريات بتاعه الدوري بتبقى دايما تحس ان هي الايقاع بتاعها هادي او بسيط. لكن في نفس الوقت انا شايف ان المباراه اللي جايه دي هتكون التحدي لمين اللي هيبقى شخصيته اقوى. النادي الاهلي ماشي تقريبا حسم بطوله الدوري بنسبه كبيره جدا، تمام، 15 فوز متتالي، اداء قوي جدا، اداء فني مميز، جاهزيه لكل العناصر تقريبا، ما بقاش في تحس ان في فارق لعيب اساسي ولعيب احتياطي، المستويات متقاربه من كل اللعيبه، ماشي بخطه ثابته. العروض في بطوله افريقيا تحسنت تدريجيا، تاهل رغم ان هو كان، مش هنقول تاهل صعب، لكن تاهل يعني كان ختام المشوار في ظروف صعبه جدا في ملعب الهلال السوداني. لكن النادي الاهلي كان قدم مباراه قويه جدا، يمكن من افضل مبارياته في دوري الابطال السنه دي في ملعب الهلال لولا التعادل في الدقائق الاخيره. الناحيه الثانيه نادي الزمالك ماشي نتائجه في الدوري تحسنت منذ تولي كارتيرون المسؤوليه، في خمس انتصارات وتعادل وتاهل برضه في مجموعته في دوري الابطال، ومؤخرا فاز على الترجي التونسي بنتيجه تعتبر نتيجه ثقيله على فريق كبير زي الترجي، وفاز بكاس السوبر، فداخل بمعنويات كبيره. فعشان كده هيكون التحدي مين اللي هتبقى، مين اللي هيفرض شخصيته اقوى في الملعب في المباراه الجايه، الاهلي ام الزمالك. الاهلي طبعا بيتفوق تاريخيا ورقميا ومعنويا سواء في بطوله السوبر او على مستوى بطوله الدوري او بطوله كاس مصر في المواجهات المباشره ضد الزمالك. الزمالك الناحيه الثانيه داخل بمعنويات مرتفعه، ان احنا الناس اللي كانت بتشكك فينا قاعدين اهو، كسبنا الترجي 3-1، وبرضه كانت مفاجاه ان الزمالك يكسب الترجي. النتيجه كانت مفاجاه، لكن سيناريو المباراه كان ممكن يخسر، يعني الزمالك يكسب اكتر من 3 كمان. المفاجاه ان كانت كل المعطيات قبل المباراه بتصب في صالح الترجي التونسي باعتباره ان هو الفريق بطل افريقيا في اخر موسمين، مقدم عروض قويه جدا في دوري الابطال، لكن دايما الترجي التونسي في المباريات اللي هي بتتلعب بره ملعبه ما بيكونش بنفس القوه في ملعب رادس. يعني ملعب رادس فريق الترجي فريق قوي وليه اسم كبير، تكون في في مباريات كتيره جدا، يعني دايما ملعب رادس عمل مشكله كبيره جدا، وكان من احد الاسباب اللي دفعت الاتحاد الافريقي ان هو يعمل الفكره المجنونه اللي هي قصه ان نهائي دوري الابطال يتلعب من مباراه واحده في ملعب محايد. بس ليه فكره مجنونه؟ لان هي بصراحه هي لا تناسب الكره الافريقيه يا امير. افريقيا مش زي اوروبا، اوروبا كل الدول يعني حتى لو دول امكانياتها مثلا ضعيفه دلوقتي، احنا بنشوف الاتحاد الاوروبي بيتجه مثلا مباراه السوبر يتلعب مثلا في جورجيا، لاتفيا، الدول اللي هي عايزين ينشروا الكره فيها بشكل اكبر. لكن القاره الافريقيه قاره كبيره جدا، امكانياتها مختلفه. كم دوله في افريقيا عندها ملاعب تستضيف كاس امم؟ يعني احنا شفنا قلنا ممكن مصر، دول شمال افريقيا تقريبا وجنوب افريقيا، هتلاقي مثلا القاره كلها خمس ست قارات. ايه هي الملاعب المشهوره في افريقيا؟ استاد القاهره، ملعب محمد الخامس، ملعب رادس، في الجزائر برضو ملعب 5 يوليا مثلا، جنوب افريقيا نظام كاس عالم عندها، لكن مش هتلاقي برضو الملاعب بشكل كبير، زائد برضو الجماهيريه والتنقل. انت قاره افريقيا كجغرافيا قاره كبيره، بس هي باهي برضو، ما انت ممكن فريق من الفرق المتواجده في دول ما فيهاش ملاعب جاهزه يوصل للنهائي، فهتروح تلعب مباراه الذهاب مثلا او الاياب هناك عادي. لكن النجاح الجماهيري برضو مطلوب، يعني انت مثلا لو هتلعب النهائي في جنوب افريقيا مثلا بين فريقين من شمال افريقيا، مش هتلاقي الملعب مليان عن اخره. الكلام ده في اوروبا بقى مختلف، انت اوروبا بتتنقل بين كذا دوله بالقطر عادي. فزائد الامكانيات طبعا البشريه والماديه مش زي افريقيا، فاظن ان هي كانت فكره، حتى الان الاتحاد الافريقي هو في حيره من امره، مش عارف البطوله هتتلعب فين، او يبدو ان هو منتظر نتائج دور الثمانيه نشوف مين الفريق اللي هيخرج
مثلا لو افترضنا مثلا ان ترجع يخرج يقول لك مثلا المباراه تبقى في ملعب رادس، لو مثلا الفريق المغربي خرج الوداد او الرجاء هيقول لك في ملعب محمد الخامس، لو صن داونز خرج يبقى ملعب في جنوب افريقيا. فهو الاتحاد الافريقي يبدو برضه منتظر نتائج دور الثمانيه، عشان كده بقول لك هي فكره مجنونه. تعال بقى نشوف مثلا ماتش الاهلي والزمالك في السوبر في الامارات، انت عندك اوريدي عامل ينجح البطوله. فريقين مش من نفس الدوله، لكن في نفس الوقت انت عندك جاليه مصريه كبيره جدا، عندك الاهلي والزمالك ليهم شعبيه كبيره جدا في الوطن العربي. الامارات في منطقة الخليجيه برضو في الدول المجاوره ليها ممكن مواطن مشجع يتنقل للامارات بسهوله جدا، وسائل المواصلات سهله وقريبه. اوروبا نفس القصه، لكن افريقيا لا، افريقيا الوضع صعب جدا. عشان كده بقول لك ان العامل النجاح متوفر بشكل كبير جدا. برضو الاخوه في الامارات سعداء جدا بتنظيم المباراه، والمباراه عامله حاله كبيره جدا وعامله حدث كبير جدا، لان النادي الاهلي والزمالك لهم شعبيه كبيره جدا في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا كمان. طيب انا عايز اتكلم شويه فنيا بخصوص هذه المباراه، وبالتحديد العناصر اللي ممكن ترجح كفه الاهلي او الزمالك من وجهه نظرك. والله يا امير انا شايف ان فايلر هو راجل واقعي جدا، مش شايف ان هو هيبقى فيه مجال للمفاجات في صفوف الفريقين. يعني في كلام مثلا عن رمضان صبحي ومدى جاهزيته، ما اعتقدش ان فايلر هيضحي ما اعتقدش يعني ان هو يضحي ان هو يشرك رمضان صبحي من البدايه كعنصر اساسي. والفريق اهو مثلا رمضان بقاله اعتقد ما يقرب من شهرين تقريبا 6 أسابيع أو 7 أسابيع بعيد للاصابه، مع ذلك النادي الاهلي لم يتاثر بغيابه. اعتقد هو طبعا اضافه فنيه، وجوده اضافه فنيه، لكن الفريق برده كان مستمر وغاب في مراحل يعني مباريات حساسه جدا حتى في دوري الابطال، ومع ذلك الفريق كان ماشي كويس. فايلر الراجل براجماتي شويه، عارف كويس جدا هو وكارتيرون في نفس الوقت ان دوري الابطال بالنسبه لهم هما الاثنين هيبقى اهم من مباراه السوبر. مباراه السوبر في الاول وفي الاخر طبعا بطوله خاصه وكل حاجه، لكن هي زي ما نقول ايه، زي بطوله استعراضيه في عرف كره القدم. ان الاثنين برضو عارفين ان في مباراه بينهم تاني في الدوري لسه مش مؤكد اقامتها بشكل كبير، وعارفين ان في الاختبار الاصعب في الترجي، الزمالك مع الترجي والاهلي مع سان داونز. فاعتقد ان هو مش هيبقى فيه مجال للتغييرات الكتيره في التشكيل، مش هيبقى فيه مجال ان هو يلعب في التشكيل بشكل بس كبير. فايلر تحديدا بيغير في التشكيل، لا في اضيق الحدود، لكن انا اقصد لا الماتش اللي فات مثلا غير 4 عناصر أو 5 عناصر، الابري 4، لكن لا بس كان مباراه اهلي وزمالك برضه يبقى ليه يعني هيختار افضل العناصر اللي هي ابدت جاهزيه في الفتره اللي فاتت دي كلها. طبعا. انا بتكلم على نقطه رمضان صبحي بالتحديد. رمضان مش هيجيبه من الدار للنار، خصوصا كمان المباراه يبقى فيها حضور جماهيري، ومن الوارد ان يكون فيها برضه تدخلات والتحامات. فانت مش هتضحي بلعيب وتخسره في مرحله اهم. يعني ما تجيبش لعيب بقاله 6 7 أسابيع مصاب وتدخله في مباراه اجواء سخنه، الا اذا اللاعب جاهز 100% بقى. او مثلا ظروف المباراه سمحت بكده. يعني انت نتيجه المباراه سمحت، انت في افضليه كبيره ليك في الملعب، فممكن تشرك عنصر انك يعني اللي هو ايه الفريق فايق وانت بتدخله جوه الفرقه. لكن ان هو يشيل الفريق اساسي، لا ده استبعدها بدرجه كبيره جدا. يعني مين بخلاف رمضان اللعيبه اللي ممكن تاثر وتكون يعني تدي نتيجه ايجابيه للنادي الاهلي في هذه المباراه؟ طبعا من نجوم الاهلي في الفتره الاخيره عمرو السولية في وسط الملعب، ركيزه مهمه جدا. ديانج برضو ركيزه مهمه جدا. علي معلول لا خلاف عليه. احمد فتحي من عناصر الخبره اللي ليها باع كبير جدا مباراه اهلي وزمالك واللعب تحت ضغط جماهيري. كذلك محمد الشناوي من افضل لم يكن من افضل لاعبي الاهلي هذا الموسم تقريبا. طبعا وبان في المباراه الاخيره ضد النادي المصري كان متالق بشكل كبير. انت برضه زي ما بنقول حارس مرمى الاهلي او حارس مرمى اي نادي كبير ممكن ما يتعرضش لاختبارات كتيره في المباراه الواحده، ممكن يجي له طبعا اختبار او اثنين او ثلاثه. الاهم انه يركز في الاختبار اللي هيجي له. بالظبط كده، بالظبط كده. فالشناوي من نجوم النادي الاهلي الموسم ده، وعامل اداء عالي جدا جدا، مستواه في ارتفاع ويستحق المكان اللي هو وصل لها بصراحه. المساكين يعني بنشوف دايما تنوع في الاختيارات بخصوص مستر فايلر، يعني مثلا مره نلاقي ياسر ابراهيم مع رامي ربيعه، رامي ربيعه مع متولي، متولي مع مثلا سعد قبل ما يتصاب، يعني عدد ايمن اشرف. مين ممكن يلعب بيه في الماتش زي ده مستر فايلر من وجهه نظرك يعني؟ انا اعتقد ان مستر فايلر ممكن يعتمد على العناصر اللي هي ليها اكتر في الكرات العاليه، لان نادي الزمالك برده مصطفى محمد من العناصر اللي هي بيرتكز عليها اسلوب لعب نادي الزمالك في الكرات العاليه. صح. كذلك نادي الزمالك متميز في الكرات الركنيه، محمود علاء بيتقدم، الونش بيتقدم،
عنده تميز في قصه الكرات العاليه برده. فرجاني الساسي برده من العناصر اللي بتكمل في الكورنرات بالذات. فاعتقد ان هو فايلر هيعتمد بشكل كبير ممكن يعني ممكن يلجا للعيبه اللي هم بيعرفوا او يجيدوا الكرات العاليه، مش اللاعب اللي يقدر يطلع بالكوره مثلا. بنسبه كبيره بنسبه كبيره. انا عشان كده اعتقد ان فرص ايمن اشرف في المباراه ممكن وارد. ده تخيلي، لان الزمالك بنقول في الكوره الثابته متميز جدا، بيسجل منها كتير في مشواره في افريقيا وبرده كذلك في الدوري. هنشوف معظم الاهداف بتبقى كرات عرضيه او ركلات ثابته. في طبعا عنصر في وسط الملعب هيكون مهم جدا، ان اللي هي التغطيه في الارتداد الدفاعي. ان الزمالك برده من فرق مع كارتيرون اصلا بيحب يلعب على اللي هو تقفيل الدفاع، ان هو بيقرب خطوطه دفاعيا وبينطلق بالهجمات المرتده، وعنده عناصر اللي هي بتعمل ستريتش الملعب كويس زي بن شرقي، لعيب مميز جدا في الهجمات المرتده، احمد سيد زيزو. ده برضه هتبقى يعني هيبقى فيه دور كبير جدا في وسط الملعب على السوليه وحمدي فتحي وطرفين الملعب. حمدي فتحي مش موجود، اليو ديانج وعمرو السوليه وحسين الشحات. اعتقد من اللعيبه هيبقى ليها ادوار فنيه مهمه جدا 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 في المباراه دي. ان حسين الشحات من الاجنحه اللي بتجيد الارتداد الدفاعي مع النادي الاهلي، وهيكون ليه دور مهم جدا في المباراه. هجاي تألق في مركز المهاجم، هل تتوقع ان هو يبتدي كمهاجم في مباراه الزمالك؟ ولا ممكن نلاقي بادجي، نلاقي مروان محسن؟ برضه بادجي برضه ما اعتقدش بالنسبه كبيره ان هو يبدا المباراه. لا برضه نفس القصه. وحتى لما فايلر اتسال في المباراه الاخيره قال لهم ده لاعب صغير في السن ومحتاج ان هو وقت يتاقلم. ممكن يكون وارد ان هو يشارك، بس برضه بنقول ايه، بالنسب احنا بالواقع اللي احنا شايفينه بنسبه كبيره مثلا ان هو ممكن ما يشاركش او يبقى في جزء من المباراه. لا انا شايف ان هو عادي فايلر يبدا بمروان محسن بشكل عادي جدا، ويبدا باجاي ان هو عشان يعمل جبهه مع علي معلول، لان علي معلول بيحتاج. مؤكد يلعب علي معلول ولا ممكن يلاقي ايمن اشرف زي مباراه الهلال مثلا السوداني؟ لا يا لا ما اعتقدش ان معلول هيريح في المباراه. لا لان هو عنصر مهم جدا، عنصر يعني مفتاح هجومي مهم جدا في الاهلي. يعني الجبهه اليمنى بتعتمد اكتر هجوميا على حسين الشحات بشكل كبير. لكن الجبهه اليسرى في النادي الاهلي بتعتمد على الظهير اكتر ما بتعتمد على الوينج. لان بنشوف اجاي او رمضان صبحي كان بيسند مع علي معلول، وفي نفس الوقت بيخش كمهاجم تاني مع مروان محسن او راس الحربه التاني اللي بيبقى يكون موجود في الفرقه. فيما يتعلق بكهربا وتالقه في المباراه الاخيره امام المصري ايضا، هل ممكن يشارك كهربا بشكل اساسي ولا انت بترجح ايه يعني؟ كهربا من العناصر طبعا، كل دي احنا بنحاول نتوقع، يعني كل دي توقعات للمباراه للتشكيل بتاع النادي الاهلي، لكن طبعا احنا مش عارفين مستر فايلر هيعمل ايه يعني. من العناصر انا ممكن كهربا من العناصر اللي هي ممكن في الفتره اللي فاتت ما كانتش بتشارك بشكل اساسي دايما. فايلر كان بيستخدمه كورقه استراتيجيه في الشوط الثاني، كان بينزل يسرع رتم الاداء الهجومي للنادي الاهلي في المباريات الاخيره، وشفنا تاثيره في ماتشات كتيره زي اف سي مصر، وشفنا برضو المباراه الاخيره ضد النادي المصري. كهربا بقى من العناصر اللي ممكن تبدا اساسي، مرشح ممكن تبدا اساسي، وفي نفس الوقت هيكون في الحاله دي هيكون اجاي هو راس الحرب المهاجم. هيكون اجاي هو راس الحرب. ده احتمال، ما هي لان كهربا من النوع اللعيبه اللي بتحب اللعب في وسط اجواء جماهيريه بتجيد كده، والمباراه دي هو عليه العين بشكل كبير جدا. وكهربا انا فاكر له نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك في 2015، رغم من حاله الشحن الجماهيري والكلام ده كله، كان لسه منضم لنادي الزمالك من فتره قريبه، لكن كان مقدم مباراه عاليه جدا جدا. فعلا. فهو بيجيد، هو لاعب عقليته بتجيد ان هو وسط الشحن الجماهيري والاستفزاز، هو ما بيتاثرش بيه. فده هيكون من العناصر اللي هيكون ليها دور مهم في مباراة النادي الاهلي اذا شارك. وبرده من العناصر المرشحه، ممكن تكون مرشحه فرصتها بقوه ان هو يشارك بشكل اساسي، ويكون اجاي هو راس الحربه. ده لو من العناصر اللي هي ما كانتش بتبدا بشكل اساسي. احنا الفتره اللي فاتت فايلر مثبت خمس ست لعيبه كده، دول العمود الفقري للفريق. رامي ربيعه في خط الدفاع، عندك ديانج وسلايف وسط الملعب، معلول في الجبهه الشمال، اجاي في الهجوم، وحسين الشحات. السته دول غالبا ما بيتغيروش، غالبا ما بيتغيروش. اللي حواليهم ممكن تلاقي لعيب شارك اساسي النهارده والمباراه اللي جايه بيريح وينزل بديل كده، لكن السته دول ما بيتغيروش خالص، طبعا بخلاف محمد الشناوي. فبالتالي احنا بنتكلم على احتمالات كتير جدا، ده امر ايجابي بالنسبه للجهاز الفني، جاهزيه عدد كبير من اللاعبين. طبعا ما ده النجاح اللي عمله فايلر. نجاح. طبعا. لان زي ما بقول لك يا امير، انت فقدت عنصر زي رمضان صبحي، عنصر مهم جدا، ومع ذلك الفريق ما تاثرش. فريق مستمر في صداره الدوري، مستمر في افريقيا، تاهل، عمل ماتشات كويسه، اداء كويس. برضه في بدايه الموسم انت فقدت عنصر مهم زي حمدي فتحي. وكان في اوج انطلاقته يعني طبعا. ومع ذلك كان ديانج وقتها كان بعيد جدا عن الصوره، وبعيد جدا عن الحسابات. دلوقتي ديانج برضه من افضل اللعيبه
في خط وسط النادي الاهلي. السوليه برضو مستواه عالي. عندك الجبهه اليمنى بتلاقي اوقات احمد فتحي بيلعب، محمد هاني بيلعب، الايقاع ما بيتغيرش. ممكن الاداء يعني مش هنقول يهتز، ممكن الاداء يعلى ويقل يعني. طبعًا. وده وارد يعني، مفيش فريق بيجيب ال 10 من 10 في كل الماتشات أكيد. يعني او في المباراه الواحده يعني، مفيش فريق بيمسك الفرق المنافس بيبقى زي ما نقول عليه كده بلغه الكوره ان هو دايس على المنافس طول الماتش. لا لازم برضه انت مش بتلاعب كراسي، انت بتلاعب طبعًا. منافس بيحاول برضه يعمل مشاكسه معاك والكلام ده كله. فلا فايلر هو عامل مثلا دلوقتي قوام للاهلي في حوالي 16 17 لاعب جاهز. فدي حاجه مهمه جدا بتفيده بقى في الايه، في الظروف الاضطراريه. بالظبط، تفيده في الظروف الاضطراريه برضه فتره ماليه مثلا بالمباريات زي الفتره الحاليه. بالظبط كده، دي بتفيده في الظروف الاضطراريه. انت ممكن في اي وقت تشرك اي لاعب. هو حتى نفسه لما فايلر كان بيتكلم، ناس خدت مأخذ عليه ان هو ليه محمود متولي بيلعب في وسط الملعب، قال لهم اللعيب العصري او اللاعب الكوره الحديث هو يلعب في اكتر من مركز. صح، دي ميزه عند متولي جدا. انا عاجبني جدا تفكيره بصراحه. يعني هو الناس تستغرب ازاي اللعيب مثلا جاب جون برجليه الشمال وهو بيلعب باليمين. هو بالنسبه له، بالنسبه للاوروبيين ده حاجه عاديه. دي من اساسيات الكوره، اساسيات الكوره. اللي انا لعيب اقول لك مثلا انا عايزك في وسط الملعب تكون موجود، باك شمال موجود. زي البعض مثلا بينتقد ليه كهربا ما بيلعبش وينج ليفت مثلا. بالظبط، دي عدلته. بنلاقيه في اغلب الاوقات بيلعب وينج رايت حتى لو هو ما بيقدمش الفاعليه او المطلوبه. يعني الناس ايه واخده ان رمضان افضل في الجبهه اليسرى. لما بيروح الجبهه اليمنى نشاطه لحد ما بيتأثر، بس هو ممكن يكون بيأدي أدوار تانية فنية المدير الفني هو عايزها منه. ممكن يكون بيحمي جبهة دفاعية، ممكن يكون بيعطل باك شمال نشيط شوية. فبرضه لا، أنا شايف إن فايلر ماشي بشكل كويس جدا جدا مع النادي الأهلي فنيا وبدنيا وتكتيكيا وكل حاجة. طيب عايز أروح لنادي الزمالك والتشكيل اللي ممكن يكون متوقع على نادي الزمالك. هل هيكون نفس التشكيل في مباراة الترجي؟ ومن خلال تشكيل نادي الزمالك هو المؤكد أكيد مثلا إيه اسمه إيه؟ طارق حامد وفي الجاني السياسي هيبقى في نص الملعب. ففي المقابل في اليو ديانج والسوليه، دي معركه ثانيه، معركه نص الملعب. مين يقدر ينتصر وازاي ينتصر في هذه المعركه؟ اللي ينتصر اللي هتبقى خطوطه متقاربه، هي ما هي يعني هي مش هيد تو هيد او مثلا مش مواجهات مباشره، اللي خطوطه متقاربه بشكل كبير. انا شايف ان اطراف النادي الاهلي اقوى، يعني اقوى الاطراف، اطراف النادي الاهلي اقوى، اللي هي سواء الطرفين او الظاهرين او الطرفين. نادي الزمالك الظهير الايمن سواء حازم امام او محمد عبد الشافي برضو هنقول عنصر السن، عنصر لو انت ضغطت عليه بشكل اقوى لا هتبقى انت ليك كلمه. هتضطر انك كده خط وسط الزمالك هيضطر انه ملزم ان هو يتراجع شويه او يضم شويه، وده اللي نجح الزمالك في ماتش الترجي التونسي، لان هو كان عامل حمايه للظهيرين الجنب، عشان كده ما كانش فيه خطوره على محمد عبد الشافي او حازم امام. ودول انا شايفهم من يعني لو اتضغط عليهم او ما توفرهمش الحمايه الفنيه في الزمالك هيكون ابرز نقاط ضعف الزمالك هو محمد عبد الشافي وحازم امام. لكن قلبين الدفاع زي ما نقول محمود علاء وحمدي الونش ما تحاولش تلجا معاهم للكرات العرضيه كتير. في الاختراقات الاهلي يعني يكون افضل له الاختراق، لان علاء والونش من اللعيبه اللي هي اقوياء بتاع سرعات بدنيه كتير. اللعب من حركه وده اللي برضو فايلر خلقه هيسبب ازعاج شويه لدفاع نادي الزمالك. خطوره نادي الزمالك هجوميا هتبقى في الهجمات المرتده، ان هو عنده عناصر في الهجمات المرتده ممتازه، عناصر مهاريه. هي دي ممكن تكون استراتيجيه نادي الزمالك في هذه المباراه، ان هو يلعب على الطريق الهجمات المرتده يعتمد عليها. ما هو الزمالك كان ديسكت الاستراتيجيه بتاعته ضد الترجي. وبرده في سيناريوهات برده امير، مهما كانت الخطط ده قناعه. مهما كانت الخطط او الاستعدادات برده كره القدم في عامل التوفيق. اكيد اكيد، يعني انت برده انت بتعمل خطط وسيناريو للمباراه. نادي الزمالك برضو خدمه في مباراه الترجي التونسي ان هو جاب جون في الدقيقه 2. ده يعني ممكن ولا في افضل احلام كارتيرو ان هو كان يحلم ان هو يجيب جون في الدقيقه 2. تمام، بس ده طبعا عامل ساعده خلاه يفرض السيناريو بتاعه بشكل اقوى. واثبت ان هو جداره واثبت افضليه، والمباراه دي اديته روح اعلى. هيخش ان هو ايه، اول كان في حاله من التشكيك في قدرات الزمالك، لكن في اختبار قوي ضد الترجي اثبت كفاءه كبيره بخطه اللعب الهجمات المرتده. كارتيرون نفسه مع النادي الاهلي في مباراه الترجي التونسي نهائي افريقيا في رادس اللي انتهت بفوز الترجي 3-0 كان بيعتمد على الهجمه المرتده. وبرده هو مدرسه الفرنسيه ان هو بعبي خط الدفاع لورا، بضيق بين الخطوط وبعتمد على الانطلاقات المرتده. هتكسب في مباراه وهتخسر في مباراه، ده وارد، دي حسابات وسيناريوهات. لكن دي هي دي مدرسه كارتيرون. مدرسه كارتيرون برده كان مع وادي دجله ضد النادي الاهلي برده فاز برده بهجمه مرتده في 2016 ضد مارتينيو. صح صح، فهي دي مدرسه باتريس كارتيرون. كارتيرون مش بتاع اللعب المفتوح الا لو هو افضل كتير جدا جدا، ما يقدرش يلعب لعب مفتوح مع الاهلي.
مفيش فريق في مصر يقدر يلعب لعب مفتوح مع الاهلي الا لو في هدف مبكر مثلا من الاهلي فهيضطر يفتح الماتش بالظبط كده مباراه بطوله كده. يعني حتى كنا في الدوري المصري كان بنقول وادي دجله هو اللي بيلعب كره هجوميه مفتوحه ومع ذلك هتصمد ربع ساعه تصمد نص ساعه كيف في الاخر هتخسر يعني لازم يبقى في حذر لكن برضه بتلعب فريق كبير لو الزمالك كان لعب مباراه مفتوحه ضد الترجي كان ممكن يخسر لكن هو عارف ان هو بيلعب فريق كبير عنده نقاط قوه لازم يتقفل عليها يعني الزمالك هيلعب نفس التشكيل ونفس الاستراتيجيه في هذه المباراه بنسبه كبيره برضه مش هيكون في تعديلات ممكن يكون عنصر او اثنين يعني عنصر بالكثير يعني او اثنين على حسب التشكيل يعني برضه بن شرقي ومصطفى محمد عناصر رئيسيه فرجاني وطارق حامد محمد عبد الشافي محمود الونش ومحمود علاء ومحمد ابو جبل او احمد سيد زيزو دول بنسبه كبيره دول تشكيل نادي الزمالك يعني لو في مفاجاه تبقى برضه في عنصر زي ما قلنا ان كهربا ممكن يبدا اساسي في المباراه تمام ممكن نلاقي في نادي الزمالك لعيب زي مصطفى فتحي يبدا المباراه تبقى مفاجاه برضه يعني هتبقى المفاجات في اضيق الحدود يعني ضيقه جدا مش اكتر من كده طيب المطلوب من لاعبي النادي الاهلي ومستر فيلر طالما احنا اتكلمنا على ان نادي الزمالك هتبقى استراتيجيته اللعب على الهجمات المرتده فهيبقى في التوقيت ده التعامل يبقى ازاي من مستر فيلر والمطلوب من النادي الاهلي في المجمل بخصوص المباراه عشان يقدر يفوز ما زي ما بقول لك يا امير المطلوب من الفرقتين واحد التركيز انتباه انا بتكلم كاستراتيجيه لعب المطلوب معروف يعني لكن انا بتكلم كاستراتيجيه لعب تعامل الاهلي هيبقى ازاي مع الحظر الدفاعي عند نادي الزمالك مثلا لو احنا بنفترض دي فايلر هيطبق اسلوبه زي ما هو مش هيغيره انا هنزل من اول مباراه افرض سيطرتي استحواذ لعب حركي مفيش تمركز يعني مفيش مركزيه في اللعب لا كل اللعيبه بتتحرك كتله واحده الفريق بيتحرك هجوميا ويرتد كله دفاعيا ففايلر مش هيغير في اسلوبه ولا خطته فايلر هو وده اسلوب الاهلي حتى من فترات طويله الاهلي هو بيميل للاستحواذ انا اللي اكون متحكم في رتم انا اللي افرض اسلوبي على المنافس فايلر غيره في مباراه واحده بس منذ تولي المسؤوليه مباراه الهلال السوداني في السودان استنى المنافس لانه برده شايف المباراه محتاجه كده شايف المباراه محتاجه كده لكن انت هتلعب كانك بتلعب وسط جمهورك جمهور الاهلي اعتقد التذاكر نفذت بالكامل بالظبط تمام كانك بتلعب في ملعبك اكيد ما تلعبش بره ملعبك فانت هيبقى متحكم هو اكتر في الاستحواذ وفي الاستحواذ والسيطره على الملعب وان هو ما يفقدش الكوره بسهوله ناحيه ثانيه زي ما قلنا قصه التكتل الدفاعي لا هو عنده بقى حلول كتيره دي برده ميزه الاهلي ان هو ما بيلعبش لعب مركزي ممكن تلاقي مثلا حسين الشحات في بادئ الماتش ناحيه اليمين ثم تلاقيه ناحيه الشمال ثم تلاقيه في وسط الملعب برده عناصر الخبره هيكون ليها دور كبير جدا زي وليد سليمان برده دي من احمد فتحي لو لعب بالظبط احمد فتحي بس بتكلم على وليد سليمان كالحلول الهجوميه ممكن نلاقي وليد سليمان اساسي في المباراه دي وارد جدا برده من ضمن العناصر ان وليد سليمان برده عنده خبره عنده حلول كتيره ومختلفه نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه يا محمود نورتنا وشرفتنا بشكرك شكرا جزيلا العفو الاستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بالشروق كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا بكره حلقه مهمه جدا واخر حلقات كلام في الميديا في هذا الاسبوع خصوصا ان مباراه يوم الخميس فبالتالي بكره هتبقى حلقه غايه في الاهميه والحديث عن اخر استعدادات النادي الاهلي والمران الاخير تحديدا قبل مباراه السوبر امام نادي الزمالك وكل التوفيق باذن الله للنادي الاهلي في هذه المباراه استنونا في حلقه بكره الى اللقاء